كنت فين يا رامي؟ خضتنا عليك. تاني ادخل. مساء الخير. مساء النور. عبلة مراتي. اهلا بيكي. تهاني مراتي برضو. نعم. زي ما سمعتي مراتي. يا نهار اسود يا نهار اسود. يعني ايه؟ ما قلت لك تعالى نروح عند ماما احسن. تعالي ورايا يا طنط. تعالي شوفي ابنك. في ايه؟ هو جه؟ جه ويا ريته ما جه. اخرسي ما تتكلميش عنه كده. جه ومعاه واحده مش عارفه جايبها من اي شارع. لا انت اتجننتي او بتاخدي حاجه. والله انا بقيت عارفه مين بياخد ايه. واحده مين؟ بيقولي تهاني مراتي. لا بقولك اكيد اتجننتي. ما هو عندك اهو. اساليه يا رامي. رامي. نعم. عايزاك. اللي عايزاه قولي هنا. مين حضرتها؟ مراتي. مراتي على سنة الله ورسوله. ليه؟ مالكش أم تقول لها؟ أنا ما عملتش حاجة حرام ولا أنتوا هتحرموا الحلال ربنا؟ مش هقول لك اقعدي ولا ما تلميش هدومك عشان انا شخصيا عايزاكي تمشي. بس عايزاكي لما تروحي لامك تقعدي مع نفسك وتفكري كويس. ايه اللي خلى رامي يتحول من شخص واثق من نفسه عارف هو عايز ايه لشخشيخه في ايدك؟ انا عارفه ان الوقت مش مناسب بالنسبه لك بس انت عملتي مليون حاجه مش مناسبه. فكري كويس ولو حبيتي تطلبي الطلاق انا هخليه يطلقك وكل واحد يروح لحاله.